استقبل سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفه مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي بحضور سمو المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفه قائد قوه الحرس الملكي الخاصه سعاده السيد ايتان نائي سفير دوله اسرائيل لدى مملكه البحرين وذلك بمناسبه تعيينه ورحب سمو مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي بسفير دوله اسرائيل لدى مملكه البحرين متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح في منصبه الجديد